ملخص حلقة اليوم من مسلسل صرخة انتقام، حلقة يوم الجمعة. براءة وجيه ودخول منات لمشفى المجانين. قبل ما نبدأ بهذا المقطع انزل حط لايك للمقطع لحتى استمر بمثل هيك فيديوهات، وهذا أكبر دعم للقناة. ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك إشعار كل فيديو جديد. تبدأ الحلقة بوالدة منات تقول ماذا فعلت، وتبدأ المحكمة فمحامي منات يخبر القاضي بأنه للأسف التحاليل زورت، وهذا بسبب أن السيد وجيه رجل غني واشترى التحاليل بالمال، ولكن هو يريد أن يستدعي السيد أمير خان. يأتي أمير ويقف على المنصة، فالمحامي يسأله عن التحقيقات الأولية. أمير يقول لم نقوم بالتحقيقات لأن اعتبرت قضية انتحار، وأمير يقول لما نقوم بالتحقيقات والضحية لم تذكر اسم قاتلها. المحامي يقول حقا إذا أريد أن أستدعي على المنصة السيد شارق. يأتي شارق ويقف على المنصة، فالمحامي يسأله عما حدث. شارق يقول أن السيد أمير خان استدعاني لكي يحقق معي لأن وجيه أخبره بأن رأيت نياب، وأنا أجل رأيتها ولكن رأيت وجيه ذاهب وراءها، ولهذا ذهبت لمنزلي، وثاني يوم سمعت بأمر الحادثة. المحامي يقول للأسف المفتش أمير باع نزاهته من أجل المال. عقيل يقف ويستجوب شارق ويسألها لماذا دخل للمنزل مع أن الجميع كانوا في الحديقة. شارق يقول لأني كنت مريض قليلا. عقيل يقول حقا وليس لأنك لم تكن واعي على حالك، وكنت ستخجل رفاقتك بوجودك شيئا. يذهب وهو يبكي، ووالدة منات تنهار من البكاء. منات في مستشفى الأمراض العقلية وبجانبها المجانين ويعملون ضوضاء، فمنات تبكي. وهنا تنتهي الحلقة. هذا ملخص سريع لحلقة اليوم، أتمنى الملخص نال على إعجابكم. لا تنسوا دعم المقطع باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مشاهدة ممتعة للحلقة، مع السلامة.